النسوان طلع النسوان. هاي هاي خير بس المية حرقان اطفال قد واحد يخاف راح يطفى. الخيمة احترقت 40 طلعان موجودات. الله اكبر عليكم الله اكبر. المواكب محترقة، كل الأشياء اللي خاصة بالتظاهرات السلمية محترقة. حملوا المسؤولية قائد عمليات وقائد شرطة والمحافظ أن يطلعون الكاميرات الموجودة، أريد نشوف إنه جاي يخرب كربلة. إحنا سلميين جاي يجرون الأشياء ما نريدها بكربلة وما نريدها بالعراق. تظاهرتنا سلمية وعندنا مطالب متفق عليها هي قالت الحكومة. هاي رسالة للأمم المتحدة لكل منظمات الدول. يا عمي والله العظيم جاي يصير عبادات جماعية. وينكم شيوخ العشائر؟